رز بالزعفران بطريقة كتير سهلة. طلع معنا بهذا الشكل. أول شي رح نجيب كيس صغيرة فيها ملعقتين مي سخنة، ورح نزيد عليها تقريبا ملعقة صغيرة زعفران، نتركهم تقريبا شي 10 دقايق لياخدوا اللون المظبوط. بنجيب طنجرة صغيرة ونضيف عليها 2 كباية مرق دجاج، ملعقة زبدة، 2 كباية رز بسمتي مغسلة ومصفاية، رشة بهار أبيض صغيرة، رشة ملح، زعفران. بنخليها تغلي 2 دقيقة وبنسكر عليها. وهلا بنغطي تحتها ونتركها تقريبا شي 10 دقايق على نار خفيفة. وهيك تقريبا بعد 10 دقايق صارت معنا بهذا الشكل. شايفين هذا المنظر؟